من 4 سنين فاتوا بدأ في مصر تجربة شبابية مهمة جدا. التجربة دي قدرت ان هي تجمع عدد كبير جدا من الأطياف الشبابية والحزبية والسياسية وكل ده تحت مظلة واحدة وعلى أرضية وطنية مشتركة. التجربة دي هي تجربة تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين. الائتلاف ده في حد ذاته قدر ان هو يوصل لحقيقة مهمة جدا. ايه هي؟ هي ان الحوار والمشاركة ما بين كافة الأطياف السياسية المختلفة هو أمر ممكن وأمر طبيعي وأمر صحي وأمر كمان بينجح وبيستمر وبينتج عدد كبير من النتائج على أرض الواقع. علشان كده التنسيقية قدرت أن هي تصيغ مشروع سياسي بيعبر عن الشباب وعن طموحهم وعن مستقبلهم. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي نموذج فريد جمع جيلاً جديداً من الشباب من مختلف الآراء والتوجهات، لديهم إيمان وقناعة بأن الحوار المستمر والهادف هو الوسيلة الفعالة لتحقيق الأهداف الوطنية وتحقيق الصالح العام. ومن أجل ذلك مضى شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في طريق ترسيخ تجربة جديدة في ممارسة العمل العام بهدف التكاتف خلف مشروع وطني جامع تتعاظم فيه أهمية البحث عن المساحات المشتركة بين أطياف العمل السياسي في مصر. في إبريل 2018 وعقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الحياة السياسية تم تدشين التنسيقية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية وتضم في عضويتها مجموعة من الشباب السياسي وممثلين لمجموعة من الأحزاب السياسية يصل عددهم إلى أكثر من 26 حزباً من مختلف الأطياف السياسية. نجحت التنسيقية في فرض نفسها على الساحة السياسية والعامة بفكر جديد ليتصدر أعضاؤها المشهد ويصبح قيادات تنفيذية وبرلمانية شابة. وخلال السنوات الأربع قدم شباب التنسيقية خير أمثلة على أنهم قادرون على تحمل المسؤولية بمختلف أشكالها سواء كانت تنفيذية أو تشريعية. شباب التنسيقية توافقوا على وثيقة عمل تهدف إلى إرساء عدد من القواعد التنظيمية التي تؤسس لمجموعة القيم والمبادئ لأعضائها من أجل الإصرار على تحقيق أهداف نابعة من إيمان تام بأن الوطن يستحق الكثير وأن الفرصة سانحة أمام جيل الشباب على اختلاف انتماءاته الحزبية وتوجهاته السياسية لإثراء الحياة السياسية خلال هذه المرحلة، والتي باتت قضايا وأصوات الشباب تطرح نفسها فيها وبقوة لبناء مصر القادرة على تحقيق المستحيل.